جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام ونطالع منها: مجلس الوزراء يهنئ الرئيس والشعب بالعام الجديد، خريطة لتنمية أراضي الدولة بقاعدة بيانات مدققة، وزير الخارجية سامح شكوري ونظيره الإماراتي يبحثان التحديات الإقليمية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في أول حوار صحفي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية خلال أيام وإعلان الفائز قبل 3 مايو، إشراف قضائي كامل وارتفاع أعداد الناخبين إلى 60 مليون. من صحيفة الأخبار نطالع الرئيس خلال اجتماعه بمدبولي ووزراء الري والنقل والسياحة: خطة متكاملة لتأمين حركة الملاحة بنهر النيل وسلامة المواطنين والسائحين، 230 مليون دولار اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول. الأخبار داخل كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة: إنجاز 90% وقداس تجريبي الخميس المقبل. من جانبها كتبت صحيفة الشروق الداخلية: إحباط عملية إرهابية في العريش ومقتل تكفيري ومقتل ضابطين متقاعدين ومجند في هجوم على محطة تحصيل رسوم ببني سويف، سفير إثيوبيا بالقاهرة: سد النهضة لا يؤذي مصر والمفاوضات لن تعطل بناءه، الرقابة المالية رأس مال البورصة المصرية ارتفع ل 800 مليار جنيه، زيادة صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى أمريكا بنسبة 18.4% خلال 10 أشهر. من صحيفة المصري اليوم نطالع: الأزهر ينعي شهداء الحادث الإرهابي في شمال سيناء، التضامن تعلن موعد فتح باب التقدم لمشرفي الحج منتصف شهر يناير 2018 على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، في سابقة إعلامية التلفزيون ينقل صباح الخير يا مصر وخطبة الجمعة من حلايب يؤديها وزير الأوقاف. أما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عناوينها: قوات العمليات الخاصة تؤمن احتفالات رأس السنة، وزير المالية: 5 بنوك تطرح السندات الدولارية آخر يناير، متحف شرم الشيخ: مشروع قومي مهدد بوقف التنفيذ، المشروع يحتاج 800 مليون جنيه لاستكماله وسوف يضم 20,000 قطعة أثرية، الأرصاد: الطقس معتدل شمالا دافئ جنوبا والعظمى بالقاهرة 20 درجة. إلى عناوين الصحف العربية، والبداية بصحيفة الشرق الأوسط: بوتين يعتبر سوريا ساحة عرض لقوة روسيا، قوة حفتر تطرد المتشددين من آخر معقل في بنغازي، رئيس الأركان اليمني للشرق الأوسط: عروض أوروبية لدعمنا لوجستيا، مظاهرة الغلاء في إيران تندد بالديكتاتور. من صحيفة الخليج الإماراتية نطالع: مواجهات في الضفة والمستوطنون يسادفون الأقصى، الشرعية بإسناد التحالف تخوض معارك ضارية في البيضاء ونهمة، مدفعية الجيش والمقاتلات تقصف مواقع الميليشيات في مصورة، الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة الجوفة، والتحالف يدمر 3 منصات إطلاق صواريخ باليستية. أما صحيفة الحياة اللندنية فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: فلسطين تطالب بمعاقبة دول تنقل سفارتها إلى القدس، البرلمان العربي يصيب بقمة وإسرائيل تلوح بجزرة المساعدات، لاستقطاب اعترافات بالعاصمة 48,000 عسكري روسي شاركوا في الحرب السورية، وموسكو تصاعد لهجتها في مطالبة الأمريكيين بالانسحاب. ننتقل إلى الصحف الكويتية ونطالع من صحيفة السياسة: إسرائيل تسعى لشراء تأييد دولي وهدية ب 72,000 دولار لدولة صوتت لصالحها بالأمم المتحدة وصندوق مساعدات ل50 بلدا. السعودية تكشف آلية تهريب صواريخ إيران للحوثيين في اليمن، الانقلابيون فرضوا التجنيد الإجباري ومارسوا التفجير والقتل والتهجير في تعز، تظاهرات إيرانية حاشدة تطالب بالانسحاب من سوريا ولبنان وغزة. أما صحيفة الدستور الأردنية فكتبت في عنوينها: الكنيست يشرع قانونا لحماية نتنياهو من تهم الفساد،
بوتين يعتبر طرطوس وحميمين قلعتان مهمتان لحماية روسيا. الكويت تعلن استضافة المؤتمر البرلماني الخليجي في 8 يناير المقبل. 40 قتيلا في اعتداء على مركز ثقافي شيعي في كابول تبناه داعش. إلى عناوين الصحف العالمية، والبداية من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الدموي والحملة الإرهابية التي شنها ضد الشيعة في كابول، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا. محاكمات العراق السريعة ترسل أعضاء من تنظيم داعش من بينهم عناصر أجنبية إلى المشانق. انتهاء أزمة التأشيرات بين تركيا والولايات المتحدة بعد مشاحنات استمرت 3 أشهر. إلى صحيفة واشنطن تايمز، ومن أهم عناوينها، دونالد ترامب يصف شحنات النفط الصينية لكوريا الشمالية بالمخيبة للآمال. 10 من كبار المسؤولين في إدارة ترامب انسحبوا أو أجبروا على الاستقالة من السنة الأولى لحكمه، وبذلك تكون نسبة ترك الوظائف الكبرى في عهده 3 أضعاف الإدارات السابقة. العالم قلق من انتشار نمط التدخل الروسي في الانتخابات إلى الديمقراطيات الهشة. نتحول إلى عناوين الصحف البريطانية، ونقرأ من صحيفة ديلي تيليغراف. جنرال بريطاني يحذر من أن الحرب على تنظيم داعش الإرهابي لم تنتهي بعد. وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يعرب عن غضبه من المطالبة بفرض ضرائب على أموال حملة استفتاء بريكزيت. زعيم حزب العمال البريطاني متهم بالانتهازية السياسية لعرقلة الإصلاح للنظام الانتخابي الذي يترك 27 مليون ناخب غير ممثلين تحيزا لحزب العمال. من صحيفة جارديان نطالع تأثير ترامب يمكن أن يدرس في الجامعات، لكن بشرط واحد، هو أن ننجو من حقبته أولا. في واحدة من أسوأ الكوارث في سنوات في نيويورك، سقوط 12 قتيلا والعديد من المصابين في حريق بمبنى في برونكس. فيسبوك وتويتر مهددان بعقوبات بريطانيا لنشر أخبار ملفقة. رئيس اللجنة البريطانية يعطي الشركتين مهلة لتسليم المعلومات حول حملات التضليل الروسية. نقرأ أيضا من صحيفة الاندبندنت البريطانية: من الحقيقة المحزنة للحرب السورية عدم وصول المعونات الإغاثية للأطفال المرضى، ما يفاقم الصراع. الكشف عن أكثر من 10 ملفات بريطانية سرية تتعلق بالسياسة الأوروبية البريطانية في أوائل التسعينيات حجبت عن الشعب. بريطانيا يجب أن تدفع للموانئ الفرنسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا ما يعتزم ماكرون مطالبته من تريزا مي الشهر القادم. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة مع الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. ختام جولتنا الصحفية، شكرا لكم وإلى اللقاء.